لكن والنبي ما تزعلوا مني. هتقول لي ايه يا اشرف، ايه المذيع اللي بيقول والنبي ما تزعلوا مني ولا تزهقوا مني لما افكر حضراتكم والنبي بالناس اللي هي ما بتعرفش تقف في ظله، ولا الناس اللي بتعرف تروح تقف قدام مروحه، ولا الناس في جمهوريه مصر العربيه اللي بتعرف تروح مثلا تخش قدام التكييف. ما تزعلوش مني وما تزهقوش مني، بفكركم بس بالقوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه اللي بتحفظ امن وامان مصر في اتجاهاته الاستراتيجيه الاربعه، الامن القومي المصري في اتجاهاته الاستراتيجيه الاربعه على الحدود. وايضا وزاره الداخليه العظيمه بكل القوات بكل الافرع اللي بتحفظ امن وامان جمهوريه مصر العربيه داخل محافظات مصر. والنبي ما تزهقوا مني لما بفكركم بهذا الموضوع. يعني الناس اللي يعني ما سمعتنيش قبل كده بفكرها بس. فكر ال 106 مليون مواطن مصري اللي عايش في امن وامان في جمهوريه مصر العربيه. وايضا ال 9 مليون الضيوف اللي عندنا اللي عايشين في امن وامان وهربانين من دولهم اللي فيها ما فيهاش عندهم امن وامان. فبنفكر بس بعض، ها؟ انه الناس دي ما بتعرفش تقف في ضله، ولا بتعرف تقف قدام مروحه، ولا بتعرف تخش في تكييف. واقفه طول الوقت لحفظ امن وامان مصر. ربنا يحفظهم دايما. انا حضرتك الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبل اللي فات كان عندي مشوار كده لغايه شرم الشيخ، مشوار سريع لمده يومين ثلاثه كده، سريع كده الشغل كده ورجعت تاني. فحضرتك قاعد 5 ساعات فين؟ في التكييف. 5 ساعات قاعد في العربيه في التكييف. انما وانا بقى رايح لشرم الشيخ مرورا بقى بالنفق احمد حمدي، ها، نفق الشهيد احمد حمدي اللي بتحرسه وبتامنه القوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه بالفروع المختلفه الامنيه، يعني مرورا بقى بعده مدن عمال لغايه لما وصلت شرم الشيخ حضرتك، ها، 5 ساعات. فمدن كتيره جدا في اول المدينه دي او القريه دي حضرتك، الجيش واقف والشرطة المصرية واقفة بتشوف انت مين ورايح فين، وخصوصا انك انت عدد كبير جدا من المصريين لقيتهم موجودين في شرم الشيخ، ربنا يبارك لكم يعني. وعدد ايضا مش قليل من السائحين في شرم الشيخ، ربنا يزيد ويبارك، مع ان درجات الحرارة عالية، لكن في اوفرات بقى في الفنادق وبتاع عشان تشغيلها يعني في الصيف يعني. فعدد كبير جدا من اللجان اللي انا بقابلها واقفين حضرتك، نفسي اقول للعسكري ولا الامين الشرطه ولا الضابط ولا تعالوا اقفوا جنبي في العربيه في التكييف 24 ساعه في ال 24 ساعه ايا كان المناخ، حضرتك قاعدين بيحرسوا امن وامان مصر 365 يوم في السنه. ما بيقولوش اصل الدنيا حر ورطوبه، انا بس بفكر حضراتكم واذكر حضراتكم. انا يعني اعذروني، كل مكان بقف فيه حضرتك وامنه ازاي وكذا وكذا والاجراءات الامنيه ومين معاك مش عارف ايه كذا، واقفين حضرتك في الحار وانا قاعد في التكييف في العربيه. نذكر بعض بس ونحس بالناس اللي بتضحي بصحتها عشان بلدنا وعشانكم يا مصريين. وزي ما بذكر حضراتكم بس يعني بالناس الشرفاء في الجيش والشرطة اللي بيحموا أمن وأمان مصر، أنا بفكر برضو الأصوات اللي طلعت في الأيام اللي فاتت دي وبتقول ماسبيرو ليه؟ ما تلغوا بعض القنوات في ماسبيرو. أنا بس بذكر رسائل صغننة والله، اللي احنا كنا بنحتفل امبارح بإطلاق أول إشارة للتلفزيون المصري 1960 21/7 1960، احسب بقى كام سنة الريادة في كل حاجة. انا بس عايز اسكر حضراتكم واذكر الناس اللي عمالة تقول وتلمح للتلفزيون المصري ماسبيرو ان المبنى ده هو اللي قوم كل قنوات الدول العربية، زي ما احنا كلنا كل الدول العربية خرجوا الاستعمار من بلادهم بالدولة المصرية ايام عبد الناصر، الزعيم عبد الناصر الله يرحمه. فمش بس بتقوم القنوات الخاصة،
في جمهورية مصر العربية، كل الاحترام طبعا للقنوات الخاصة في جمهورية مصر العربية ورجال الأعمال اللي بيديروا هذا وبيملكوا هذه القنوات، كل الاحترام. لكن اللي بيقوم كل القنوات الخاصة دي حضرتك المصرية وكل الدول العربية اللي قامت بقى عندها تلفزيون وإذاعة بما فيها القنوات العربية حاليا، كلهم طالعين من المبنى ده، أخذوا الخبرة في المبنى ده، إذا كان إخراج ولا تصوير ولا مذيعين ولا إعداد ولا صوت ولا ديكور ولا 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 فنيين ولا كل حاجة. عددنا كبير يمكن مبنى الإذاعة والتلفزيون يمكن، لكن لو اهتمنا بهذا المبنى اللي هو بيمثل إعلام الدولة بشكل قوي أكتر وأكتر يعني عن الحالي، صدقوني هيكسح أي قناة تانية. أنا ليا الشرف إن أنا بشتغل في هذا المبنى في الدور 27 في هذا البرنامج، مع إني أنا بشتغل يعني أنا من الخارج يعني، أنا بشتغل معاهم مش 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 موظف يعني، بس ليا الشرف إن أنا موجود في هذا المبنى. فأنا بذكر بس رسالة صغيرة بس للناس والأصوات اللي دايما إيه بتلعب في حاجات وتقول حاجات يمكن ما عندهمش وعي، يمكن ما عندهمش معلومات، يمكن ايا كان بقى، نديهم كل الاعذار. لكن يا مصريين انتوا اللي بتدفعوا فلوس الناس كلها اللي بتشتغل في هذا المبنى من سنين، من 1960، عشان يقدم لكم خدمة اعلامية مش موجودة كانت في العالم العربي كله. واحنا اللي قومنا كل العالم العربي ها وقنوات الخاصة و و و ك ك ك, ك ك ك ك كخبراء كخبراء في قيام اي قناة اذاعية او قناة حضرتك تلفزيونية يعني. ده موضوع. الموضوع التاني ده يعني تذكير حضرتك بالقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية والاعلام المصري.